shit given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله طيبين. معكم راشد من قناة راشد الحربي. شكرا على الدعم وكل شيء. أول شيء إذا ما كنت مشترك اشترك بالقناة واضغط زر اللايك. اليوم جايب لكم لعبة أسطورية وإن شاء الله تعجبكم. اللعبة هي عبارة عن سيارات تروح تصفط بالمصافط، أو يعني تصفط بالمصافط. إن شاء الله تعجبكم اللعبة، وإذا كنتم مستمتعين اضغط زر اللايك. ويلا بسم الله ندخل اللعبة. وطبعا يا متابعين احنا راح نلعب 4 جولات. ويلا بسم الله. متابعيني الجولة الأولى نجحت بنجاح، الحمد لله، نجاح مو طبيعي، الحمد لله، ماني متوقع إني راح أصفطها زين، الحمد لله يا متابعيني. والحين راح ننتقل للجولة الثانية. جاهزين معاي؟ يلا نبدأ. وطبعا كذي انا صفطت السيارة زين، والحمد لله الجولة الثانية نجحت بنجاح. ويلا بسم الله يا متابعيني ننتقل للجولة الثالثة من لعبة سيارات. ويلا بسم الله. والحمد لله يا متابعيني أنا صفطت السيارة بنجاح، الحمد لله يا متابعين، اللهم لك الحمد. ما توقعت راح أصفطها زين،
مو مثل الجولة الأولى والثانية، بس الجولة الثالثة صفطتها زين بالمليمتر. الحمد لله يا متابعيني. والحين يا متابعيني ننتقل للجولة الرابعة واللي هي الأخيرة، إن شاء الله تعجبكم. وإذا كنتم مستمتعين بالمقطع تكفون اضغطوا زر اللايك. وطبعاً يا متابعيني هذه اللعبة أنا محملها، شايفها محملينها واجد وعجبتهم، فقلت ليش لا ما أنزلها لكم باليوتيوب، وإن شاء الله تعجبكم اللعبة. واضغطوا زر اللايك إذا كلكم مستمتعين بالمقطع. ويلا بسم الله، جاهزين معاي؟ نبدأ الجولة الرابعة. والحمد لله يا متابعين الجولة الرابعة واللي هي الأخيرة نجحت بسلام، وفلوسي 25. الحمد لله يا متابعين، اللهم لك الحمد. والمجموع كلهم 250، شيء خيال، شيء انتوا تتوقع ما تتوقعونه ولا أنا أتوقعه. وطبعا شيء خلص الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلون جرس التنبيه عشان يصلكم كل جديد، وتكتبون كومنت يا جيش راشد. وإن شاء الله نشوفكم المقطع الجاي، وإن شاء الله المقطع نال إعجابكم. ويلا نشوفكم على خير يا أحلى متابعين، ويلا مع السلامة.